حبيبي كيف. التصفيق المره هذه اقوى من المره اللي فاتت. خويا رحم ولدي، خويا ريسبكت ليهم الناس الكل. مدروس كل شيء ولا مخليها على ربي؟ نخدموا على رواحنا، انا تكتيك تاع خدمه فهمت، وربي وفقنا فهمت. اما البريود الاخرى ما فهمناش خدمه فهمت، نظرا للحاله اللي في العالم العربي وفلسطين فهمت. ربي ينصرهم ورانا مع بعضنا فهمت. كاو فري غزه. شو عملت الغزه؟ ما نحبش نحكي فهمت، ما تبرعت يكفي وبرتجيت. اما شنو باش نعمل؟ حكام العرب ما عملوا شيء، انا شنو باش نعمل؟ الفنان عنده سلاح اخر، الموسيقى نتاعو تاثر تفهم الصوت كل شيء. ان شاء الله فما حاجات باش تتعمل في الراب التونسي فهمتني، رابيريت باش نعملوا حاجه ان شاء الله تصير. علاش بطينا شر اليوم على 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 بدايه طوفان الاقصى؟ صحيح ربي سامح اللي كانوا سبب فهمت، اللي غاديك في غزه كل شيء، وفي تونس لهنا فما شويه تعطلات، فما عباد خايفه، فما عباد تحافظ ارائها فهمتني، تخاف عندها باش يخرج من تونس. درا شكون كيما فما فنانين عملوا لهم اكس على الفيزا خاطر حكايه، فما برشا عباد خايفه فهمت. اليوم جاي نستو خايف؟ ليه كان جيت خايف ما نخافوش نحن، خاطر الخوف مش بتاعنا. ما عندكش مصالح؟ فماش المصالح تقف، فما حاجات فما قيم ومبادئ فهمت، توفى المصلحه. احنا كان يحلوا الحدود الناس كلها تمشي فهمت نورمالمون، اللي عنده شويه برك. علاش عملت شغنيه؟ عملت شغنيه خاطر ديجا انا عندي مشكله في الديستريبيوشن والخدمه بتاعي في الموسيقى فهمت، عندي مشكله كبيره ان شاء الله تتفضى على قريب. هاو ديجا انا هبط تراك نورمالمون ما يهبطش، ما هو بروغرامي هبط فهمت، خاطر حتى حد لا هبط. انا ديجا الاول في توندونس تو في تونس مانيش فرحان بها برشا فهمت. علاش مش فرحان بها؟ خاطر مش وقته، مش وقته. كهو ما هبط تراك بروغرامي على اليوتيوب هبط. الاسم بدا يضوي بالكدا، موسيقتك تسمع. خديت بطاقة الاحتراف نتاعك ولا ليه؟ لا. علاش؟ ما نعرفش، ما كل ما نجيبش نقدمها ما نلقاش الوقت، مش ما نلقاش الوقت، ما جاتش صحيحة، وما في باليش بها لازم نعدي باش ناخذ بطاقة احتراف، ما في باليش بها، مش في بالي يعني كي تبدا أنت فنان فاليدي، يعني عندك جمهور يتابع فيك وجوك باهي، يعني تعرف المقام، رابور فهمت كل شيء، يعني يعطيوك بطاقة احتراف. تعديت في التلفزة، عملت بلاتوات. باغ إكزومبل. تعمل ملف، أما تصب الملف وتقدمه. وي تنصبوه نقدموه، أما تعطلت برشا بها، أنا مثال سنة، وما برشا مهرجانات ما نجمتش نطلع فيهم، فهمت؟ منطق اللجنة اللي تقيمك رافضوا؟ رافضوا. علاش؟ رافضوا خاطر فما حاجات أخرى، مثلا كيفاش بتقيمني فهمت؟ كيفاش بتقيم في أمريكا كيكا؟ في فرنسا كيكا؟ ما نحن نتبعوا فيهم، هما كيكا يعملوا. علاش؟ ممكن تتبع تبعها الكل ما تزيدش ما تفسديش فهمت؟ ما هو باش يتنظم القطاع. فما فنانات يجيو ياخذوا بطاقة احتراف فهمت؟ ما عندها حتى علاقة بال. ما هو القطاع باش يتنظم ببطاقة الاحتراف باش ما يوليش أي واحد يحك راسه يولي يغني ويولي زميل ويولي فنان. هكا هو هكا هو تو نخطبوا خويا نحن بالقانونية تو نمشيو نعديوها وإن شاء الله يعطيوها لنا.